إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، إلهي سبحانه وتعالى وحنا صدري رسول كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام مركي لصدري ومجالد مكان لغا صدري، وإلهي سبحانه وتعالى وقدر رسول نبي أه نبي عليه الصلاة والسلام وخلق المدباتوين آدو فربضا سيدا دراد يدمانت محربا لبير وحوغاء أه والنبي عليه الصلاة والسلام سوق قاري مركو وي من النبي عليه الصلاه والسلام مغالده مدينه الا وحي كدن بي الى ان لو وداغو واسكا معلومه النبي عليه الصلاه والسلام مركو مدينه مكه كسوبخاي او دينتي ولا جهري دباته بدن با لو غيس النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام وحا دباته او غيس دد اديرديسا قرابديسي الما اديردي يتلك النبي عليه الصلاه والسلام ولوقتي هنا دباته فربدان ايو كلا كل مره مكه اي دعوته وشيغاي سداس وكل رياض ضعيفنا النبي عليه الصلاة والسلام لبساس وكل أيو كل كل ماي كدي من النبي عليه الصلاة والسلام وتوس كجس وتجو وسوه جرود مقالة المدينة ويمت سداد رادت أيام دوني إن شاء الله تعالى نور نب النبي عليه الصلاة والسلام لو جستي إن أنا لو ذاو سحابي قال لي هذا السهل بن سعد الساعدي وحقشة كان يا رضي الله عنه وارضاه يبكي النبي عليه الصلاة والسلام لو جستي معنك أحد يمكن النبي عليه الصلاة والسلام لو جيست أيو كشيكينيا لأن دقال كاس أحد دعي النبي عليه الصلاة والسلام نبقى ياكسو قاري وضدك قال الله أولا دقالم النبي عليه الصلاة والسلام يقارسيين وحي لمركة سعد يريح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسي وحال طاوع النبي عليه الصلاة والسلام معنك أحد وحال اللجبيي النبي عليه الصلاة والسلام لو شيء سيالة كبي الكه النبي عليه الصلاة والسلام يا هراء الكمدة أيا داوع لو جزت أول كبي وحكل الله يا سحابك وهشمت البيضة على الرأس كل في برادي النبي عليه الصلاة والسلام وقبينه والو كبي وأن اللي أرتر عبد الله بن قمأه أيا النبي عليه الصلاة والسلام سيف كل فطي سيفتي النبي عليه الصلاة والسلام وكل فطي أيا النبي عليه الصلاة والسلام مدح يسويها كتير كل في برادي أيا ده شبطي شبابك كوفي براتك يا النبي عليه الصلاة والسلام مدي حيث السيقلي لبكا سيا النبي عليه الصلاة والسلام عنك سوحد سوء قاري وان لوشي سألوالك مدي لتبيو ما عرقت مدي حيثين النبي عليه الصلاة والسلام لدخره ساد سهل وحليه أمركا فكانت فاظمة تغسل الدم وحيهت فاظمة والنبي عليه الصلاة والسلام قبدي سهد متلقضه ليق النبي عليه الصلاة والسلام متلقضه علي رضي الله عنه وارضاه أصدقنا وحوها مد بيها صادر درا قاشان مد كو صادر درا أيوها قاشان أيون دوقات علي أيو بيها كو صادر درا يميل بيه كجرين فاظمة رضي الله عنه وارضاه مركي عرقتي ديق النبي عليه الصلاة والسلام إنو كي استاقين وبيه الوشو بهي ديق أني سيبا ديان موياني إني سيرين المركي عرقتي أيا وحي قادتي حصير يران دي قادتي أيا قبت مركي الدنبصو النقضي ايو داوي النبي عليه الصلاه والسلام يمشي ديق كسوداي كو دجيس ساس ايو النبي عليه الصلاه والسلام ديقيس مدح كسوداي او كو جوكسدي ديبكاس ايا النبي عليه الصلاه والسلام سو غاري مانينكي او النبي عليه الصلاه والسلام دوشي سي جبتي النبي عليه الصلاه والسلام ان كوفي بريدي لو جبيي ان ديبكاس النبي عليه الصلاه والسلام او غارسيي نينك لييرا عبد الله بن قمه اي قالنمده كو دنتي ساس دراديد ايو هادانا سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أصدقى سيورينيه وحليه هاي
إني لا أعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن قرنا يا مانك أحد قفك وجه النبي عليه الصلاة والسلام دا وعي أيان قرنا يا وحن قلوان قرنا يا أبو يري قفك معرتي داويني لا وعداويني أنا وان قرنا يا أبو يري وجه رسولك صلى الله عليه وسلم كداويني وحن قلوان قرنا يا أبو يري قفك بيها صاحا باري أو بيه سو قال هيا وان قرنا يا أبو يري وحن قلوان قرنا يا أبو يري وحي ديق الوتوشي نوان قرنا يا أبو يري قفكي بيها دي سوكاذي أنا علي بوها رضي الله عنه وارضاه قفكي داوين هيا نوحوها فاظم وقبضي النبي عليه الصلاة والسلام وحي نقو داوين دا حسير كاس اللقبي وانضا مصمر كل نقضي لاوع النبي عليه الصلاة والسلام نقو ديشي أيوها ساد راد أيو النبي عليه الصلاة والسلام لاوع عاسكسو قاري إلهي سبحانه وتعالى جدكي سئي دين تيسا إيدادك إن دين الله شاقو أيو النبي عليه الصلاة والسلام إبقى كسو قاري ونات كيست النبي عليه الصلاة والسلام ونضل قاطي محايا لوحو وضع ومدحي سلوك بنا هيا ودوشي سلوك بنا هيا وديك وقدرير هيا وحويا ودينة إلهي سبحانه وتعالى أنا قد مركا ماشا صوحا نغوف معارتي نغوفرا نبي عليه الصلاة والسلام إنا قد ديرنا ودينة نبي عليه الصلاة والسلام وفافيني سلاسة كرام فافينا ونبي عليه الصلاة والسلام قد ديرنا ودو لب نغسو قار الدينة وحقبت كيدي عن اسكاقا سمرنا وحاك الله معارتي كان كفا إذا سننا لب نغسو قارنا دي إنا اسكاد داوينا ومعارتي دي داودي وفرنتا دو ليبكي كسو غاري اسكا داوين ما جيرتو ان ليبكي كسو غاري نا معرفت اسكا داويس وحا كره ومارت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه وكشكينيا معرفت النبي عليه الصلاه والسلام ليبكلو لو جيستو او حق قولك اي هادلك اه لوو جيستي النبي عليه الصلاه والسلام وخليا جابر رضي الله عنه وارضاه رسولك عليه الصلاه والسلام ايا و خو كسغنا ميش ليرا جعلانا والنبي عليه الصلاة والسلام لو وحو قيبنا هي ذهب ما عرفتي انا ولي لا سافي قرينين او ما عرفتي عيرين ايو النبي عليه الصلاة والسلام قيبنا هي يا قنايم كلي مركاسا ذهب كاسنا وحو كسغنا او غعنت كو هي بلال بلال ايا تفتيس كو هي خولاهاس مار ذهب كا يا خولا كلو قيني قني قنيمه ايو النبي عليه الصلاة والسلام قيبني مركاسا نين با وحو يري عداله فل محمدو ادو عداله ما لا سميني جابر وحليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانه وهو يقسم طبره والقنائم وهو يحجر بلال فقال الرجل اعدل يا محمد فانك لم تعدل فقال ويلك ومن يعدل بعدي اذا لم اعدل ساسي النبي عليه الصلاه والسلام ننكاس ايا وحو يري ما عرفتي عداله سميه عداله ما رسمين محمد محمد عداله ما رسمين عداله سميه النبي عليه الصلاه والسلام هذا الكاس انه يراد انه هذا القفه والنبي عليه الصلاه والسلام ان اقلم مركاسا عمر با وحي رضي الله عنه وارضاه رسول الله ايده اغتك منافقا قورتان كقراعه قورتان كقويه رسول الله ايده مكاس النبي عليه الصلاه والسلام وحي يري نين كان كان هذا اركي سبيره اصحاب لي اصحاب لي هي قرانك اخر دونا قرانك اخرنا يعني انو غدبن مارت تلاقيهم انو غدبن دونتوده ما غدبهيو هلكاس مارت دونتا قرانك اخرنا يعني مارتي ما غدبهيو دينتا يا كب حيان بير النبي عليه الصلاه والسلام سد مارت ليبك وغبخه شيغا لو غناي لان ليبك دو ادو ادغ هي او شي حيوانات كتورتو دي سلا مركيبه ليبك مركو حيوان كو دخو دينع كلا ايو غبخايا مركا حديث كاس امام البخاري عليه رحمه الله وصو ساري ايا النبي عليه الصلاه والسلام نينكاس مارت خوارجته ماشي كسو اسكمين نينكاس اها ايو النبي عليه الصلاه والسلام ديبكاس كلا كل النبي عليه الصلاه والسلام لو يرا عداله فل وواحد أقل من ويا النبي عليه الصلاة والسلام ده واحد ويان هذا الله سكرنا واحد كوه الله ده معرفة متبع وآه ومعرفة أيام درن في الدنيا والآخرة نسيب كيس وحماضي الدنيا آخرة أيها كوه الله ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أصلنا هذا الكاس فاشح أي النبي عليه الصلاة والسلام نكاس كنا كل مي ونسقسم رأي النبي عليه الصلاة والسلام مركينا كما أرقصون من الدلم صحابة ذي همسي معرفة عمرها إنه معرفة للدلنة نبي عليه الصلاة والسلام وكرهه معايا لي قفك معرتي ماذا حضاها أميرك وحلو بهاني هاي وقالوا حديث كان كتيرا وفقه جيسا كمده إنه دو معرتي رجال جيساها كتاقن أوليه رجال مركي معرتي لوق فبع ومعرتي وحلو جيسا معرتي الدفاع نبي عليه الصلاة والسلام لدي مركو نورانا تتكاس أساس الدفاع جيري مركو دينت نبي عليه الصلاة والسلام إن الدفاعه وحويان رقبضا كميسا معرتي تنزل وإلى يومنا هذا
maartay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa loo aara waa loo nusraya oo waa loo gargaaraa. Qofkii ku xadgudbana nabiga calayhi salaatu wasalaam meel baa laga saaraa. Sidaasoo kale ninka la yidhaahdo Aswad bnu Qays wuxuu leeyahay, waxaan maqlay buu yidhi Jundub ninka la yidhaahdo, maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam baynabaa nabiga sallallahu calayhi wasalam yamshi, Jundub ayuu ka warinayaa xadiis. Marka wuxuu leeyahay Jundub, waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo maalin socda ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tarantrooday oo ku kufay maaragtay dhagax. Markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad dhiigtay oo maaragtay dhiig ka yimid fariisa far ka mid a. Markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi miyaad tahay ilaa far mooyaane, far dhiigtay mooyaane, wax kale miyaad tahay? Ilaahay jidkiisa waxaa kula kulantay oo fii sabiili illahi maa lakayd, far iska dhiigtay mooyaane, wax kale maata. Id asaabahu xajarun facasara qadamit facasara fadamiyat isbacuhu faqaala nabi sal slam hal anta ilaa isbacun damiit wafii sabiili illahi maa lakayd. Far mooyaane, far dhiigtay unbaa tahay, ilaahay jidkiisa waxaa kula kulantay. Nabiga calayhi salaatu wasalaam ida jidkaas ilaahay diintaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ku socdo, xataa dhibaatada dhagaxa u geystay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu sheegayaa, wuu cadeynaya, wuxuu leeyahay maaragtay dee fartaas unbaa tahay dhiigga un ka yimi. Iyadana waa dhib kaloo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo gaaray una samray, cadeeyana dee maaragtay fartana waxay tahay iyo meeshay kula kulantay, iyana aakhiri nabiga calayhi salaatu wasalaam laga abaalmari doono. Maxaa yeele qofkii ilaahay jidkiisa wax kula kulma waxa weeyaan waa laga abaalsiinayaa. Sidaasoo kale Abu Hureyra radiallahu canhu ardaah wuxuu leeyahay lamaa futixa khaybar, markii khaybar la furtay uhdiyat linnabiyi sala allahu calayhi wasalam shaatun fiiha sum, waxaa loo soo hadiyeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam neef ari ah oo sumaysan ayaa loo soo hadiyeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam. Faqaala nabiy sala allahu calayhi wasalam ajmacuu ilaya man kaana haahuna min yahuuda, iisoo kulmiya ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam, halkaas waxa ku sugan ee yahuuda ah, yahuudi khaybar joogtu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ha liigu soo kulmiya, ha lii keeno. Fujumica lahu, markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loo soo jimciya oo loo keena. Markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan weydiinayaa shay, faqaala innii saa'ilukum can shayin faal antum saadiqiya canhu, waxaan weydiinayaa shay ee ma ii rumaynaysaan? Markaasu waxay udheheen faqaaluu nacam, waan kuu rumaynaynaa. Markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi qaala lahum nabiy sal alla slam wuxuu ku yidhi man abuukum, aabihin waa kee, aabihin waa kee? Markaasu waxay ku dheheen qaaluu fulaan, aabihin waa fulaan. Faqaala nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi bal kadabtum, been baa sheegaysaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aashaas wuxuu weydiiyey markii yahuuddii laysku keenay, su-aashaas wuxuu weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam aabahood. Markaasi su-aashii koowaadba waxay ka bilaabeen, been bay ka bilaabeen. Markii hore nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaan su-aalna weydiiyo maaragtay ma ii maaragtay ma ii rumaynaysaan oo runna ii sheegaysaan, shay haddaana weydiiyo xaggii run ma iga sheegaysaan? Markuu weydiiyena been bay isla markii calayhi salaatu wasalaam ugu jawaabeen. Markaa nabiga calayhi salaam bal abukum fulaan, been baa sheegaysaana aabihin waa fulan, waa ninka hebel la yidhaahdo. Markaasa qaala wax dhan sadaqta, run baa sheegtay. Markaasu nabi calayhi salaam fala antum saadiqiya can shayin sa'altu canhu, haddaa waxni weydiiyo maaragtay ma iga jawaabaysaan? Markaasu waxay dhaheen qaaluu nacam ya abalqaasim, abalqaasim nacam waan kaaga jawaabeyna abalqaasim, fain kadabna, haddaa been kuu sheegno carafta kadibuna, beenteena waa garanaysaa, kamaa caraftahu fii abiina, aabeen saaad u garatay oo kale ayaad u garanaysaa. Markii hore su-aashaadna weydiisay ayaa aabbahena weydiisay, been baa kuu sheegnay, aabbahen baad noo sheegto, waad garatay. Marka haddaad su-aashan kalena weydiiso, run baan kuu sheegaynaa, haddaan been kuu sheegnana beenteennii aan kuu sheegnay waad garanaysaa, sidii aabbahena u gara kale, aabbahena aad u garatay oo kale. Markaanu faqaala nabi sal alay salaam man ahlu naar, ahlu naarka waa kuwee, yuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Markaasu waa dhehen qaaluu nakuunu fiiha yasiira, naarta waxaan ku jiraynaa wax yar, uma takhlufuuna fiiha, ninka ayaana nooga dambeynaya, ninka ayaana nooga dambeynaya. Marka wakaas wax walba oo la weydiiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyo waxa weeyaan been bay kaga jawaabayaan. Hadduu aabbahood weydiiyey been buu u sheegeen, hadduu nabiga calayhi salaatu wasalaam maaragtay uu weydiiyey eelu naarka waa keena, been bay sheegahayaan. Maxaa yeele qofka eelu naarka waa qofka gaalka, qofka gaalnimo ku dhinta ee gaalnimadiisa saas maaragtay aakhiro kula taga, de waa eelu naar ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisa ma galayo. Marka waxay dhaheen naarta wax yar baan ku jireyna, ninkaana nooga dambeynaya. Nabiga calayhi salaatu wasalaamna dee naar ma gelayo subanaha sala allahu calayhi wasalam. Markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi maaragtay iqsauu fiiha, ku fogaada naarta, wallahi laa nakhlufkum fiiha abadan, ilaah baan ku dhaartee maaragtay inaanan niiga dambeynayn naarta dhexdeeda weligeed.
مكاس النبي عليه الصلاة والسلام حكيري هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه هذا وحني ويديو ميت إيجا جوابيسان لا يجب أن يجب جوابيسان مكاس النبي حكيري فقالوا نعم يا أبا القاسم هاو أنك هكا جوابينا مكاس النبي عليه الصلاة والسلام حكيري هل جعلتم في هذا شات صمى ناف كان مارت أرقع ميشان صم ميشان مكاس النبي قالوا نعم أنتم النبي عليه الصلاة والسلام أسوأ سعود وحيات سؤاشان سؤالاً أنتم سويدين النبي عليه الصلاة والسلام أيو مارت أفيفات هرأي وحيارك هرأيو فلسوفة مارت أسوة جيستان أيو النبي عليه الصلاة والسلام سؤالها سويدين هاي أي سلام مركيبة هدي وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام نافقا نصم قصادرتين أو ما يدهان دي هلال كالكا سكو حرمية مارت النبي عليه الصلاة والسلام انت أصوى شيء مارت سويدي وسويدي وسويدي ومارتي هل كان أكينا أيو حويدي نافقا أرقى صنم صوية شيء مارت سويدي نعم مكاس النبي عليه الصلاة والسلام ما حملكم على ذلك أرنك اسمحاني وحن باري إنا ما أرتي نيف كاس أصن قصادرتان ومركا أصن أني يقود الشان محاني وحن باري مكاس وحدين أرنا إن كنت كاذبا نستريح وحر دوني هدا تامد بين شيغي أنا كان راح يسم وانا قبصتي أو خيبر بانا قبصتي وكان هدي دياد بين شيغي سنبي على الهين إن سنتها سكود الشه وان كان راح يسم وإن كنت نبيا لم يضرك هدا نبي تهانا يا معرفتكم أدي بس، سعد رادي النبي عليه الصلاة والسلام نافكاس بسوس سمي تأثير أي كرة بت النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وقت يد دم النبي عليه الصلاة والسلام ويرى حد أي معرف معرف حيدت كهالبولها وجوعي صنتي معنك خبر إجسوا جارتي، لبحنا النبي عليه الصلاة والسلام إن كمت سات معرفة كمسؤول إنه النبي عليه الصلاة والسلام صنتي معنك خبر وكدري ما هيو. ساس أي نبي عليه الصلاة والسلام ما عرتي نبكى جسوا جار سحابي كلو نبي عليه الصلاة والسلام اللي تشوجنا دي سنت ودنت سلانت صوص ما سينا وعتي دي مركز ما خصاص اللي ودي لقى نينك أي شيء أو سنت كودنتي ما عرت درت اللي ودي لي نبي عليه الصلاة والسلام نبكى سأي ما عرت يهود كلو كل ما إن لسمية نبي عليه الصلاة والسلام ونس كقسم رين نبي عليه الصلاة والسلام سلاس وكله نبي عليه الصلاة والسلام حديث ورني أنس بن مالك إن معركة يهود النبي عليه الصلاة والسلام نين يهودية النبي عليه الصلاة والسلام وصامري يهود وواحد هذه أعطوا لبنا مت صنصية مت كلنا في الجديد سباب التناب وحلي أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه مرة يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم نين يهودية أي النبي عليه الصلاة والسلام صامري فقال مكاس الحكومة السلام عليك لماذا شكرك هذا أعط ما السلام عليك النبي قليل تيهد ما ما أنت وأصام ويان أصام عليك لما شكرك على هات ما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعليك كرك على النهات قال لي أنا بدي عدد اللي يقبل هياء أذوق لما شكرك على هات لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء سوى لا يقبل يا ودعوة الكافر لا يقبل ويا ما أنت بري هوارك قال كان دل ما أقبل يا هيا الحق ما حق بكم التجن قف كي حق التجن أي دعاء سمرت لا يقبل يا ما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول ما قرنا إنسان وحي يري صحابتي بيوشي يا نبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيو يري لما شكر كهات ما كان صحابتي بيهن قالوا يا رسول الله على نقتله ميان ندلي رسول الله ما ندله لأنا وعرك صحابتي رسولك صلى الله عليه وسلم قفك وحير أقايستا ونبي عليه الصلاة والسلام أفي الغادة يركو لك صحابتي رسولك عليه الصلاة والسلام أكتوذ وحكا قرن إن لدلو إن لدلو قفك النبي عليه الصلاة والسلام وحيرك شيئا من لدله أي صحابة أكتر معروف كأه حقنا كأه إن قفك النبي عليه الصلاة والسلام وحك شيئا إن ما أردت فراء لك قادم دارين تسعرين في عن ما أردت تسعرين في عن ما قفك مسلمة وقفك النبي عليه الصلاة والسلام وحك شيئا ما أردت جارك لأدلك رأينا الدلو ويان وحما مفسدائي وما أردت لباتا وقد الله نسينا مجرت كواهر يهبي ما أردت مفسدائي مصالحي من فهنسنين بضنا كهلا مفسدنا كما إيمانسه بل مصالح يمارت وناج مريان وحكلا كما إيمانسه ما كاس النبي عليه الصلاة والسلام يحيل لا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم هذين السلامان أهل الكتاب ك واحد هذا وعليكم إنك نكركين كركين ما هي أهل الكتاب كردوك السلام يا السلام عليكم قوم ولا هي السلام عليك أيك ليهم لما شكرك هذا أتون مرك أصو قابي هذا القاء وعليك إسكده سيدا سوكر عبد الله عبد الله وحليه ورجل من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد مدعني غفيرني نبي عليه الصلاة والسلام يحكي كحكايون يوكشي كان النبي من الأنبياء نبي النبي ذا كترسا عليه السلام
صلوات الله وسلامه عليه. ضرب قومه تلكي سأيا قراعي فأدموه ويكديشيين نبي عليه ها نبي قاس ها فهو يمسح الدم ليجي أيوس كتر تريا عن وجهه بون كتر تريا ويقول حرنيا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ربي وقوم كي قدم الداف وحنا ما قرنا يعني نبي عليه الصلاة والسلام نوح على شيء إنه أسقوا يعني نبي عليه الصلاة والسلام لأن نبي عليه الصلاة والسلام ما أنتوا تكتري مجال هذا مكة وتجد ضعيف أو صدق إنن أو ضعيف تكت والله اللي أو دين توم بنجاي أو صدق إنن هذا الله فالفالح وقف بالآذن إنه حقه الله إن السور تجل إن أيقه اللين نبي عليه الصلاة والسلام وحقه صدق إن أرنك سقريان مكة وسقريش قال ذلك لو كل ما سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكمارة تؤنس جارين بل نصيحة هذا الكاس دي كديدين أي وحي كوك يا نبي عليه الصلاة والسلام أدومدي يكون وحما قرطتها عيالك يا وينك يحيي كوك عيال إلا سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام نجح لو هو ذي ديجي مدي حيس كدر يا رسول بنا صلى الله عليه وسلم كبت قوتي يا معرة يا رئيس مقال بديسي عربتي اسكت لقاء لأن ديجو مركو انتو مال كدقو ماشي على اللقطة سي صارته كبتي ويسكت لقيسا وكبتي يا اللقطة ويسكت لقيسا واتو النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا ضعيف اسكنا بحي اسوغو ما عرت آدي آدو مرو غيسن دعوع فربضان ايك فربضان وقد دعوانا هايو برناك ما قال هذا مركو قبحينا واتيها هذا لبدا ملك اي سلامين ملك ما عرت جبريل مركو سلامين ملك كي بورهانا اسوغو او سلامي ويرا امر امر واحد قسيسا ما عرت الملك كان بوراه وحلسارا انو ما عرت يندو لبدا بوروت قادو نبي عليه الصلاة والسلام اسوغو اوه اللين هيا إنه ضعيف بكرك الله سعر ها نبي عليه الصلاة والسلام مركو وكديد ها وحرجينا هيا بير قبرك ذا حنك رجينا يكون إله سبحانه وتعالى نؤشر غير وين النقطي أو أبو هريرة بكي من رضي الله عنه وأرضاه مركا يا صحابة فربضن هيا بكي من وأتي مركا دمر الإسلام ضعيف ودنا مسلمين أسكن نقطة أو وأتي حتى مركا دتك الدين تمر كر الدوبين نبي عليه الصلاة والسلام مركو غيريو ذي ضعيف مكي مدينة يدور ميلو كرايا ولا شجاب إن الدين تمارتك وصهرت مركا ليب كاسنا أيه النبي عليه الصلاة والسلام مركا حكاية النبي هو حكايونا يا أسرع يا أسرع حكايونا يا النبي عليه الصلاة والسلام وده النبي عليه السلام واحد بدل بديق لوجست مدي حس اللي قد يجي ضعيف ما مدي حس ديق لها كاني الحد ما مدي حس ديق لها كاني سون بالسيا النبي عليه الصلاة والسلام واقو أنا أو يهود وده بعيانه ما عرفتي وحي اللي عند ما شاء عند ما قفل بوح وكده ده لهي أو قال ها النبي عليه الصلاة والسلام إنه دل ده قف كل مشيدي سنة ماله بيكو حرنت مر أم دمنا هي ونبي عليه الصلاة والسلام دي مشيدي سنة ماله بيكو حرنت سلاس وكله أيو ما عرفت واحد موداوي النبي قال النبي هذا كحكاية نجلا النبي قال سكان إسكوا ده عليه الصلاة والسلام حديث كله أو عائشة رضي الله عنها يورنيسه واحد تري دخل راض من اليهود كح كي هروح وهنبي عليه السلام عباري هلمي هذا كح بالنبي عليه الصلاة والسلام يسوقش دخل راض من اليهود قوح يا نبي عليه الصلاة والسلام أصوك شيء فقالوا وحدين أصام عليك لما شكرك هذا هات فها مركاس عائشة وحي لذا ففهمتها وان فهم فقلت وحن كوير وعليكم الصام واللعنة ها كورك لما شهات وان حريص على الله اني قد يري عائشة وان فهم ميتر لأن قبر وحي أهد الله سبحانه وتعالى وفانسي هي لك إله يسيه سبحانه وتعالى دائد يدوير يدين تي حنبارتي يددك علماء النقطي يسيدي وحفه انتي عائشة رضي الله عنه وارضاه وحيس كله معه قبل آدو يرسده طبعاً سنة جر أيو نبي عليه الصلاة والسلام أيضاً أهو كجير يوذي صلوات ربي والسلام عليه ما قال رسولك صلى الله عليه وسلم يحيي مهلا يا عائشة عائشة أكادي ها فإن الله يحب الرفق إلهي وحيك عليها ترست أيو إلهيك عليها في الأمر كله أرين أردن الله سبحانه وتعالى الله ترى أيوك عليها عائشة أكادي فقلت وحن روحن كو إلتي ليا رسول الله لم تسمع رسولك إلهي مياه لما قلن ها ما قالوا وحدين رسول الله ميال المقدين ما قال رسولك صلى الله عليه وسلم وحيري قد قلت عليكم وحان إري كركينا هاتو ها عائشة وحي موديس رسولك عليه الصلاة والسلام كوحدا يهودا وع النبي عليه الصلاة والسلام ما ارتهباري إنا يسم مقلين أي مود لكن هو مقلين النبي عليه الصلاة والسلام وكأجيب وحيري وعليكم ساس ماركا أي مارتي رضي الله عنه وأرضى عائشة الافتقادين لجوجر جاريس النبي عليه الصلاة والسلام مر والبو حد أركيس حديث النبي عليه الصلاة والسلام مركا كل حجرت أو فيرست قف والبو النبي عليه الصلاة والسلام أكشوا حوين هيا رج هيا قف النبي عليه الصلاة والسلام حكشها إني مارتي أي كدو فيها
maaragtay ku duulayaan oo maaragtay haday gacantooda gaarsiin karaan gacantay gaarsiinayaan haday afkooda gaarsiin karaan afkooda gaarsiinayaan waa kana cumar uu leeyahay rasuul allah iida aan maaragtay munaafiqan dile waatana caaisha radiyallahu anha warda rasuulkii waa halin ba iyadu ka horbooday oo maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u gargaarayso qof walbana waxaa laga rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu u gargaaro oo maaragtay garabkiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu istaago ha sidaasoo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyinka loo geystay waxaa ka mid ahaa ayuha alikhwa nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiina joogay in la sixiray sala allahu calayhi wasalam ha walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la sixiray waxaa maaragtay ismoodsiin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam annahu nabiga inuu wax sameynayo annahu inuu wax sameynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ismoodsiin jiray inuu maaragtay yacani xaasaskiisa u galmoonayo oo inuu wax sameynayo ba nabiga calayh mana unasa sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam waa tii maalinka dambe nabiga calayhi sala salaam oo jiifa laba nin day u imaadeen ay madaxa ka fariisteen midna lugaha ka fariistay uu yiri ninkaa maxaa ku dhaco ninkaa waa la sixiro yaa sixiray hebel baa sixiray oo intuu ku sixira ceelka halkaasoo goofkaas ku yaalo ku dhex sixiray oo muxuu ku sixira tinta saas iyo shanla iyo waxyaalahaas kadibna waa tii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tegay oo saxaabo u kaxeystay oo maaragtay ceelka sidii lagu duugay oo caaisha radiallahu canhu waardaa uga sheekeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ugu yiri caaisho maaragtay ceelka biyihiisa waxay moodaa xinahan maaragtay dhiiggiisoo kale ayaa moodaa midabkiisoo kale geedihiin waxay moodaa ru-uusa shayaadiin ayaa moodaa wuu iska cafiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii sixray maaragtay yahuudiga ahaana maaragtay wuu iska cafiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kama aargoosanoo mana dilin nabiga calayhi salatu wasalaam dhibkaasna waa loo geystay oo sixirka ah oo maaragtay haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu iska cafiyey sixirkaasna sixir saameeyey ma ahayn nabiga calayhi salaatu wasalaam xaggii maaragtay risaaladii iyo balaaqu risaala nabiga calayhi salatu wasalam waxge xagga maaragtay asagoo inuu wax sameynayuun buu ismoodayay nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay buuna beryey markuu isku arkay xanuunkaas yarkaa markuu isku arkay wax badan buu ilaahay beryey ilaahay beryey ilaahayna subxaana wa tacaala maaragtay marka kurbadaas ilaahay subxaana wa tacaalana wuu ka feeday sidoo kale caaisha radiallahu canhu waardaa wuxuu ka sheekeynaysaa niman kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam si yara qallafsan maaragtay wax ku yiri oo weliba dadkaas dad saxaaba ayay ahaayeen ha iyagoo saxaaba ayay ahaayeen waxay leedahay caaisha radiallahu canhu waardaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bacatha abu jahmin binu xudayfata musadiqan xudayf maaragtay wuxuu diray ninka la yihahda abaa jahmin ayuu diray nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkaas ayuu diray nabiga calayhi sala salam wuxuu diray inuu sadaqa soo aruuriyo markaasu falaajahu rajulun nin baa maaragtay la dooday ninkii saxaabiga ahaa ee abaa jahmin ah ee sadaqada loo diray raggii sadaqada laga qaaday mid ka mid a ayaa maaragtay la dooday markaasu markuu la dooday fii sadaqatihi buunu kula dooda sadaqadii laga qaadiyey unbuu dood ka keena fa daraba abuu jahmin fashajahu abuu jahmin wuxuu ku dhuftay maaragtay waxbuu ku dhuftay markaasuu dakhra wuu carooday saxaabiga radia allahu canhu waardaa intuu yara xanaaqay oo carooday ayuu ninkii maaragtay la dooday ee sikaduu ka qaadahayay ayuu dhaawac gaarsiiyo madax ayuu wax uga dhuftay markaa caaisha waxay leedahay fa atow nabiyu sala allahu alayh slam nebiga ayuu yimaadeen fa qaala waxay dhahay laqabad yaa rasuul ullah waxay doonayaan inay aarsadaan oo maaragtay dhibkii loo geystay ayagana ninkii u geystay maaragtay ay ka aarsadaan tolkiis ayaa yimid iyagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dacwoonaya leanna maxaa yeelay qofka amiirka ah hadduu diro qof sadaqa soo aruurinaya oo qofkii sadaqada soo aruurinaya dadkii sadaqada laga qaadayay qof ka mid uu dhib u geysto dhibaatada qofkaasi u geystay maaragtay kuma laabanayso qoyska asagoo ku dhashay kuma laabanayso waxay korka ka saarmaysaa oo maaragtay lagala xisaabtamayaa qofkii amiirka ahaa ee sadaqada u diray qofkaas ayay maaragtay ay korka fuulaysaa marka nimankan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay u yimaadeen markaasu fa qaala nabiy sala allahu alayh wasalam lakum kada wa kada iska dhaafaqas maaragtay ninkan inaa wax ku dhufataane oo ka arsataane mag baa nili siinayaaye kada wa kada intaas intaas qaata falam yardu raalli kumayna noqon magtii loo sheego la yihi intaas qaata inay qaataan markaa fa qaala nabiy sala alayh wasalam wuxuu yihi lakum kada wa kada maya intaas intaas ayaa maaragtay leedihiin waxbuu ugu daray nabiga calayhi salatu wasalaam faradu markaas way raali noqdeen way raali noqdeen dadkii dacwada ahaa ee nabiga calayhi sala salaam u yimid ee ninkoodii oo dhaawac loo geystay maaragtay u doodahayay u hilinahayay oo nabiga calayhi sala salaam markay u yimaadeen yari intaas qaata way ka diideen haddana wax ka lagu daray way raali noqdeen markaas fa qaala nabiy sala alayh wasalam innii qaadibun cala annaasi wa mukhbiruhum biridaakum anigu waxaan ahay mid khudbeynhaya
dadkan u sheegaya raalli ahaashihiin waxaa ku raalli noqoteen dadka ayaan u sheegaya yuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Haa, dadka ayaan u sheegaya nabiga calayhi salaam. Faqaala nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina haaulaai leythiyiin, kuwaan reer leythi, atownii yuriiduuna alqawada, wa ii yimaadeen ayagoo doonaya qawad, facaradtu calayhim kada wa kada, waxaan u bandhigay sidaas iyo sidaas ayaa u bandhiga. Araditu, ma raali noqoteen. Marku intaas yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi hadduu ku jeesta ayagoo masaajidka jooga ma raali noqoteen. Markaasa waxay dhaheen qaaluu laa, maya. Waa nimankii mar dhowti lasu ogaa maaragtay raali ma noqoteen. Haa, oo nabiga calayhi salatu wasalaam uu yidhi waan khudbeenayaa saas ogaada. Haa, maxay sameeyeen marka muhaajiriin, maxay sameeyeen bal u fiirso. Mar waliba nabiga calayhi salaatu wasalaam dadka ag jooga aada bay ugu hiliyaan. Haa, haa, ridwaanullaahi calayh. Hadday gabar tahay hadduu rag yihiinba nabiga calayhi salatu wasalaam nusradiisa waxay aada bay u laazimeen oo xil bay iska saareen. Markaasi fahama bihim almuhaajiruun, muhaajiriin ayaa hamiyey. Muhaajiriin hadda nin walba seeftiisa galka usaar maarata uga baxsan tahay waxayba damceenba inday kacaanba reerlas in dhulka la dhigo oo lalaahyaba. Maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam been ma sheegaay. Meesha saxaabada waxay ka fahmeen in nimankaa rasuulka calayhi salaam ay ka wadaan rasuulka been buu sheegaya. Maxay rasuulka horey wuxuu yidhi nimankaa way ii yimaadeen ayagoo saas doonaya, sida sidaas ombadhiga way diideen, waan u ziyaaday intaasaan ugu daray, ma raali noqoteen. Haa, waan u sheegay masaajidkan ka khudbeen doonaa idhi, maanta markii khudbada la dhigayna inay ma aragtay dhahaan maya. Arrintaas arrin rasuulku calayhi salaatu wasalaam u cuntanto maaha. Arrin calayhi salaatu wasalaam maaragtay sharaftiisa iyo maqabadiisa iyo runtiisa maaragtay la barbarsiman ma ah. Marka way hamiyeen muhaajiriintu ina reer liithiyan meel la dhigo. Ayagoo muslimiin ogow, ayagoo muslimiina haddana ina maaragtay meel saxaabada meeshood waxay ka fahmeen naqsi inay nimankan wadaan oo saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ee naqsiga ka wadaan. Fa amara nabiy sal alay slam an yakufu, nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu amray inay ka joogsadaan oona laynin oo dadkan faraha laga qaado. Uma dacaahum nabiga calayhi salatu wasalaam haddana wuu u yeera, fazaadahum wuu u kordhiyey marka. Haa, wuu u kordhiyey. Faqaala nabiga calayhi salatu wasalaam yidhi araditu, ma raali noqoteen. Makaasi waxay dhaheen haa. Makaasi wuxuu yidhi innii qaadimun cala naasi wa mukhbiruhum biridaakum, anugu waxaa ahay mid maaragtay dadka u sheegahaya maaragtay mid khudbeenaya ayaa ahay dadkan u sheegaya waxa ku raali noqoteen. qaala waxay dhaheen nacam. faqada bii nabi sallallahu calayhi wasalam nabiga wuu khudbeeyey suma qaala wuxuu yidhi araditum, ma raali noqoteen. makaasi waxay dhaheen nacam. Haa, xadiiskaasina waxaa soo saaray maaragtay ibn maaja calayhi, ibn maaja ayaa kitaabkiisa ku soo saaray raximahullahu raxmatan waasixa. sidaa daraaddeed ayuha alikhwa, waxaad arkaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin in loo geystay, dhibkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku samray. annagana waxaa nagula doonayaa in nabiga calayhi salatu wasalaam aan ku dayano oo dacwadii diintii dadku waxaan u sheegayno maaragtay wixii aflagaadaa iyo wixii dhibaataa naga soo gaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam aan kaga dayano aana samarno. waxaa kaloo maaragtay axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka faa'iidaysanaynaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalaam markuu noolaa saxaabada ayaa sidaas ugu gargaartay, markuu dhintana waxaa loo doonayaa qof walba waqtigu nool yahay nabiga calayhi salatu wasalaam inuu gargaaro, ha yaraado ha weynaado inuu gargaaro. qofkii rasuulka calayhi salatu wasalaam wax ka sheegayna in la dilo, laana maxaa yeelay markuu rasuulka calayhi salatu wasalaam noolaa isagaa cafinayay oo dhaafa ka joogsada isagaa ku hayay. hadda laakiin rasuulka ka joogsada ku dhihi maayo, waana marka qofkii rasuulka wax ka sheegay calayhi salaatu wasalaam adduunyada maaragtay si qabow uga tago. annagana waxaana loo baahan yahay in nabiga calayhi salatu wasalaam aan raacno oo ku dayano oo qudwadeenna iyo meesha keliya aan higsanayno iyo nuurka noo shidan iyo waddada keliya aan ku toosanahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu noqdo. sidaa daraaddeed ayuha alikhwa, waxaa kaloo maaragtay dardaaran igu jeedinhayaa in rasuulka calayhi salatu wasalaam aan sheegano axaadiistiisana aanan ka warqabin, iyadana waa dhibaato. haa, inaan ku dadaalno nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa inaan baranno, kutubada ay ku qoran yihiin inaan gadanno. bacdu dulaab waxaa arkaysaa hal kitaab oo axaadiista nabiga calayhi salatu wasalaam ma gadanayo, hal gadan kitaab walba adiga damco inuu kaa caariyeysto oo lacagtu ilaahay uu siiyeen kitaab uun ka baxsanin. sidaa daraaddeed in nabiga calayhi salatu wasalaam axaadiistiisa aan baranno oo un gargaarno xaya wa mayitan ayaan igu dardaarmaya. hada wabilahi towfiq, sala allahu cala nabiyina muxamedin wacala alihi wa saxbihi ajmaciin.